رسالة جميع الفائزين متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله انطلق شوطنا الثالث والزميل بسام الشمري. شكرا للزميل شجاع العتيبي، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، رحب بكم أجمل ترحيب، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبركة بانطلاقاتي وتحدياتي أشواط الأصالة والتراث. الشوط الثالث مشاهدي الكرام لفئة الجداع البكار بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة المتواجدين في هذه المنافسات والتحديات الكبيرة بسادس أيام السباق المحلي الأول. نتواصل بهذه الاندفاعات التلقائية مع هذه الأسماء والنوعيات الفريدة من مسافة 4 كيلومترات، الرحلة المتواصلة مع هذه الأسماء والنوعيات التي تشارك باحثة عن الناموس وعن الانتصار. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى، ومن تتواجد مع مقدمة الشوط رئام لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني بمتابعة حسين بن محمد بن سفران، من يتابع رئام التي تحتل المركز الأول والصدارة مباشرة وتفتتح نداءنا لهذا الشوط في هذا التحدي الكبير. أتابع المركز الثاني القادمة والحاضرة بيان بشعار هجن ام الزبار بمتابعة الصارم محمد بن برقان بن مقارح، من قدم لنا الصمود باول اشواط هذا الصباح طامعا بالمزيد والمزيد من الانجازات برفقة شعار هجن ام الزبار الذي يحتل المركز الثاني مع اندفاعة بيان. المركز الثالث لؤلؤة لهجن ام الزبار ايضا بمتابعة صارم محمد بن برقان بن مقارع، يقدم اسمين وهما بيان واللؤلؤة على المركز الثاني وعلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع الأسماء القادمة والحاضرة في هذه المنافسات، في هذه التحديات، في هذه الأجواء المميزة التي تحمل المنافسة والتحديات الكبيرة. أتابع المركز الرابع، تتواجد هنا الجافل بالشعار هجن الشحانية والصامل فاران بن محمد بن قريع، يتابع يراقب الجافل كما تابع لهب وحقق ناموس الشوط الرئيسي للجداع القعدان، هنا يتابع الجافل وطامعا بالمزيد. بينما المركز الخامس وصل المشاغب برفقة صدى تحمل لواء والشعار هجن الشحانية على المرتبة الخامسة في هذه المنافسة. هذه نتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء الأولى، الخمس الشعارات التي تتواجد في دائرة النداء والإذاعة، ومن يود الإذاعة ينضم إلى نخبة المقدمة مع هذه المنافسات والتحديات الجميلة في بداية هذا الموسم. نتمناه موسما حافلا لكل المشاركين. نتابع هذا التحدي، نتابع مساري واندفاعات هذا الشوط مع هذه الأسماء التي تزين أرضية هذا الميدان. القيادة والريادة مع الرئام لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن محمد الثاني، حسين بن محمد بن سفران يتابع يراقب الاوضاع، يتابع هذا التحدي باندفاعة رئام على المركز الاول، ما زالت تسيطر، ما زالت تحافظ على موقع الصدارة وتتشبث بالمركز الاول، ولكن المركز الثاني والثالث شعار هجن ام الزبار برفقة الصارم محمد بن برقان بن مقارح، الكيلو الاخير يا بن مقارح.
القارح، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير الذي يفصلنا عن خط النهاية. وبدأ يتحرك الصارم باسمين عملاقين ونجمتين ساطعتا في هذا التحدي الكبير وهذه المنافسة المميزة، لؤلؤة وبيان، هجن أم الزبار. الصارم محمد بن برقان بن مقاره يتابع هاتين الاسمين العملاقين في هذا التحدي الكبير وهذا المسار الجميل. ثنائية هنا في هذا التحدي وملازمة في هذا المسار الجميل. المركز الثالث ريام لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد، الثاني وحسين بن محمد بن سفران يتابع هنا ريام. المركز الرابع وصلت بهذه اللحظات الجافل هجن الشحانية الصام الفاران بن محمد بن قري، والمركز الخامس وتابع شرف لهجن أم الزبار مع ناصر بن حمد بن مسفر الشواني. ولكن نعود مع الانفراد، نعود مع الابداع، نعود مع الامتاع، نعود مع هذا التحدي الكبير وهذه اللقطة الجميلة الذي يقدمها لنا الصارم برفقة الشعار هجن أم الزبار. بيان على المركز الاول ولؤلؤة على المركز الثاني، اسمين تواجدا وحقق الانجاز بشعار هجن أم الزبار. تهانينا والناموس ايضا للصارم محمد بن برقان بن مقارح على هذا الفوز والانتصار بفوز بيان ولؤلؤة بالمركز الاول والثاني والنقطة الثانية برفقة هذا الشعار. المركز الثالث وصلت ترفع لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع شرف لهجن أم الزبار مع ناصر بن حمد بن مسفر الشواني. المركز الخامس هزام لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا هي المنافسة مشاهدينا الكرام، هكذا هي التحديات كما تابعتم معنا هذا التحدي الكبير وهذا المسار الجميل برفقة شعار هجن أم الزبار. وبيان حققت الانجاز بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق 2:82 جزء من الثانية. تهاني وناموس لهجن أم الزبار والى الصارم محمد بن برقان بن مقاره وحصوله على النقطة الثانية بعد انتزاع الشوط الرئيسي. المركز الثاني لولو 6 دقائق 3:56 جزء من الثانية. تهاني وناموس ايضا لهجن أم الزبار والى الصارم محمد بن برقان بن مقاره على فوز لولو في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت ترفة بشعار هجر الشحانية 6 دقائق 11 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجر الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية على فوز ترفة في المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع.